جماعة أنا دلوقتي هبتدي هشير أهو دلوقتي. أنا دلوقتي ابتديت تسجيل المحاضرة وهبتدي دلوقتي أعمل شير للسكرين أهو ونعمل بورشن اوف سكرين بس أهو. تمام، كلكم شايفين كده يا جماعة؟ تمام كده الشير موجود. تمام، انتوا كده شايفين كده؟ حد بقى معايا بقى غير هند؟ نتكلم بقى معاه شوية. شايفين كده معايا؟ سارة، جهاد، عمرو، شايفين الداتا اللي انا شايفها قصاد كودي؟ تمام، شايفين مع تمام، حضرتك. ماشي. بصوا يا جماعة، ركزوا كده دلوقتي. لما نيجي نبص على الشيت ده هنلاقي ان بيقول لك ان الاهرام التجارية دي، الوكيل اللي اسمه الاهرام التجارية واخد كود، الكود ده وبيوزعه لمصر، والكمية بتاعت الكود ده حوالي 837 قطعة، والنوع بتاعه او الفرز بتاعه جيد جدا، والتاريخ الشحن كذا، وتكاليف الشحن كذا، وتكلفة البضاعة كذا، والتكلفة النهائية كذا، واللي اتدفع كذا، واللي باقي كذا. انتوا فاهمين صح؟ يعني فاهمين اللي انا قلته ده كله؟ تمام. تمام. دلوقتي وليكن شايفين، لو تبصوا كده على الشاشة من فوق كده هتلاقي الداتا كتيرة قوي. يعني بصوا الداتا دي كام، هتلاقوها 200 سطر، فكتير قوي. فانا عايز الخص الداتا دي، ده اللي انا جاي اشرحه لكم النهارده. لو وليكن بصوا يا جماعه كده، وليكن لو انا عايز اعرف الاهرام التجاريه دي بتبعت لمصر كام حاجه، انت عشان تلخصها هتعملها ازاي؟ هتلخصها، هتيجي هنا تدوس داتا وتدوس فلتر، وتروح مثلا مفلتر مثلا الاهرام التجاريه. الاهرام التجاريه كذا حاجه اهي، واخده كذا كود اهي، وبعتها لمصر، والكميه بتاعته ثواني بس نخليها في النص كده، والكميه بتاعته اهي، والنوع جيد وجيد جدا، والتاريخ و و و وحاجات تفاصيل كتيره جدا. انا بقى عندي بقى فكره تانية خالص. علشان لو اجي اقول لك دلوقتي، لو انا مثلا صاحب عايز اعرف الشغل بتاعي ده ماشي ازاي، انا عايز الخص كل حاجه. يعني عايز اعرف كل وكيل باعت كام كميه، هنعرفها ازاي؟ حد عنده اي فكره يا جماعه؟ انتوا معايا صح؟ شباب معلش مع الشباب، حضرتك عايز اعرف الانترنت قطع ولا مش قطع؟ يعني الناس قطع خالص ما بتتكلمش. لا شغال. شغال. بص هنيجي هنا فكره اسمها بيفت تيبل. البيفت تيبل دي اسمها جداول محوريه، جدول محوري. هتلاقي هنا تقف في اي حته في الداتا دي كده، في الخانات دي، وتروح جايز انسيرت دي، وتروح دايس على كلمه بيفت تيبل، دوس عليها بس مره واحده، وهو هيعمل لك علامه على الداتا كلها. يعني لو بص كده على الخط، على العلامه المخططه دي اللي هي حوالين الداتا دي كلها، وتروح دايس اوكي. تمام. لو انت عايز تعرف دلوقتي التفاصيل هتبقى عامله ازاي. بص بقى التفاصيل، لو احنا مثلا وليكن طلبنا مثلا الوكيل لو احنا جينا حطيناه، بيقول لك في البيفت تيبل ده مكونه من اربع حاجات. الروز دي، الرو اللي هو السطور، يعني السطر كده اللي هو سطر 2 3 4 وهكذا. الكولوم اللي هو الكولوم دي اللي هي بتبقى A E F G H وهكذا. الفاليو اللي انت عايز تحط فيها القيمه. الفلتر دي، هتشوف الفلتر دي شكلها عامل ازاي دلوقتي. انتوا معايا كده يا جماعه ولا لا؟ يعني خليكم كده يعني دوريا كده معايا بالله عليكم. مع حضرتك. ماشي تمام. فلو احنا دلوقتي عايز اعرف الوكيل بيبعت كام قطعه او كام، يعني بص هنا مثلا لما نيجي نبص هنا كده نلاقي مثلا الاهرام التجاريه بعت الكميه 837. انا عايز اعرف الاهرام التجاريه دي بعتت كام كميه، يعني الكميات اللي هي بعتتها قد ايه لمصر، صح كده؟ تمام كده يا جماعة؟ تمام تمام لو احنا دلوقتي جينا عند الوكيل دي كده ونزلناها في الرو،
فتلاقي الوكلاء اهي نزلت اهي كلها كده اهي، وجبنا الكميه بتاعتها وحطيناها في الفاليو. فايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي حاجه جديده قوي. اللي حصل دلوقتي ايه؟ بيقول لك ان سوري بس نخليها بالظبط كده بالشكل ده كده، ان مثلا الاهرام التجاريه بعتت على كل من ساعه ما اشتغلت لحد دلوقتي 18000 قطعه. 18000 قطعه. طب احنا عايزين نفصلها اكتر. طب انا عايز اعرف الواجهه، الواجهه دي لو انا حطيتها هنا هتبقى شكلها مش حلوه، يعني الاهرام التجاريه مصر، الباز السعوديه وهكذا. لكن لو خليت الواجهه دي تتحط هنا كده، بصوا بقت شكلها حلو ازاي. يعني بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك ان الاهرام التجاريه دي بعتت لمصر 18000 قطعه، وان شركه دياز دي بعتت للمغرب 14000 قطعه، وشركه الباز للاعمال التجاريه دي بعتت للسعوديه 28000 قطعه. هل الموضوع بقى اسهل دلوقتي ولا برضو لسه صعب، ولا انتوا لسه بتستوعبوا؟ بعد اذنك يا مستر، هل المحاضره دي لها علاقه بالمحاضرات اللي فاتت وحاجه مترتب عليها يعني؟ لا. تمام ماشي، شكرا. ممكن حد تاني؟ هل فهم حاجه من اللي انا عملته ده ولا لا؟ اه. طب قول لي كده مثلا، يعني معلش كده يا عمرو كده، قول لي كده انت فهمت ايه مثلا؟ يعني فهمنا ازاي تفلتر الداتا، يعني مثلا لو عايز تجيب الداتا بتاع الوكيل هتجيبها من عن طريق الانسيرت، وهتجيبها عن طريق البيفوت تيبل يعني. بالظبط. تمام. لو عايز مثلا الوكيل جدع حد تاني غير عمرو، احمد، سلام، هشام، علي، ساره، نسمه، جهاد، هل انتوا عندكم، هل انتوا شايفين حل تاني نعمله؟ يعني هل انتوا مثلا لو انا قلت لكم مثلا عايز اعرف كل وكيل بعت قد ايه، كم قطعه للبلد اللي هو بيبعتها، هل عندكم كام؟ لخبطنا شويه يعني، ما فيش فلتر اسهل من كده؟ بص هو ده اسهل حاجه. بص يا ساره خليكي انت معايا معلش، يعني لو ينفع بس لو امكن تخليكي بس فاتحه معايا المايك لحظه لمده دقيقتين بس. ماشي بالظبط اهو. بصي انا هقفل، انا كاني فتحت الشيت ده خالص دلوقتي. يا ساره دلوقتي لما نيجي نفلتر على الاهرام التجاريه دي كده، تمام؟ الاهرام التجاريه دي يعتبر كل الوجهات اللي بتبعتها لمصر، تمام؟ والكميات بتاعتها اهي كلها، تمام كده يا ساره؟ لو انا جيت قلت لك انا عايز اعرف، بصي دي الاهرام التجاريه ده وكيل واحد، لو انا قلت لك انا عايز اعرف احنا عندنا كام وكيل، دي اول حاجه، وعندي وعايز اعرف كم كميه بيطلعها كل وكيل، هتفلتريها ازاي؟ كل اللي عليكي انك تقفي في اي حته في الداتا دي وتدوسي انسرت وتروحي دايسه على كلمه بيفت تيبل وتدوسي اوكي بس. ايه اللي حصل؟ والوكيل ده تحطيه في الرو، لان لو حطيتي الوكيل ده في الكولوم بصي هتلاقي الوكيل، بصي مش تبقى حلوه، هتبقى كتيره، هتبقى شكلها مش حلو. لكن لو حطيتي الوكيل في الرو هتلاقيهم كلهم تحت بعض. فهمتي قصدي ايه؟ دي اول حاجه. وبعد كده لو حطينا الواجهه دي في الكولوم فهتلاقي الواجهات اهي. وبعد كده لو حطينا الكميه دي هنا فكده قال لك بقى ايه كل وكيل للكميه بتاعته. يعني الجزائر دي بيقول لك ايه؟ الجزائر للتجاره بتبعت للجزائر 17000، خليفه للتجاره بتبعت للامارات 17000. طب تمام، خليكي معايا تاني يا ساره. تعالي بقى نزود الموضوع اصعب واصعب. تعالي احنا ممكن نشيل الواجهه دي ونحط النوع، النوع ده اللي هو جيد جدا وممتاز. مش فيه هنا حاجه اسمها النوع؟ يعني بيبعتوا من الكود ده. بصي الكود ده زي ما تقولي الكود ده جيد جدا، جيد، ممتاز، جيد، عادي، عارفه زي الفرز، كانك مثلا بتبعتي زي حاجات كده، فرز اول فرز تاني وهكذا. فاهمه قصدي؟ تمام. لما نيجي نقف هنا كده ونيجي نشوف الوكيل اهو، دي الوكله اهي بعتت بتبعت قد ايه او ايه اللي شغاله فيها. يقول لك مثلا ايه؟ ان الوكيل زي دياس ده بيبعت 6600 قطعه جيد، و5000 جيد جدا، و2800 ممتاز. طب هقول لك على حاجه تاني، تعالى نسهلها اكتر. طب انا عايز اعرف اي نوع من الانواع دي، يعني اي فرز من الـ من الـ من الـ في جمع فرز ايه؟ افراد فرز برضه. فرز اللي هو انا عايز اعرف انهي فرز
اللي هو شغال اكتر من التاني، فهنروح شايلين الوكيل ده خالص ونروح جايبين النوع ده هنا. يقول لك مثلا ايه، ونروح عاملين سورت كده بالاكبر الاصغر. يقول لك ان الفرز اللي اسمه ممتاز ده بيتباع منه 686400 قطعة، الفرز الجيد جدا ده بيتباع منه 77000، الفرز الجيد ده بيتباع منه 73000. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي يا سارة؟ فاهمين قصدي يا جماعة؟ ده تحليل داتا فظيع، انت بتسهلي على نفسك شغل فظيع. بدل بقى ما اعمل الافريج واعمل سام واعمل الكلام ده كله، بقوم جايباه وهو يفرزه لي تلقائي. ماشي، فهو ده اللي انا بتكلم فيه. فايه اللي انا بقى بتكلم فيه؟ ان احنا نقعد نسهل بقى. يعني مثلا يا ساره، تعالي مثلا طلعي لي فكره عن مثلا ايه، طلعي لي مثلا فكره نعرف نعمل عليها تحليل هنا مثلا من الداتا دي. قولي مثلا وانا ساعدك، لو انت مثلا عطلتي قولي لي وانا ممكن اساعد. ممكن نشوف تكلفة الشحن بتاعت الشركات. بالظبط صح، تبع كل وكيل. صح صح، جدع جدع، تبع كل وكيل. كويس جدا، تعالي نمسح ده كده ونعملها. هندوس، بص نقف في اي حته في الداتا كده وندوس كلمه انسرت بيفت تيبل، ونروح دايسين اوكي. انسرت بيفت تيبل، اوكي تمام. وهناخد الوكيل ده هنحطه في الرو، وهناخد تكلفه الشحن دي، تكاليف الشحن دي نحطها في الفاليو. بصي بقى في الفاليو دي لما هتنزل ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك سم، سم اللي هو بيجمع. سم، فاكره سم دي؟ فاكرها دي يا ساره؟ سم دي اللي هي بيجمع. فجمع لك تكاليف الشحن. فبصي بقى، فبيقول لك ان دياس دي بيتكلف شحن، او تعالى نخليها كده، ان شركه دياس دي بيتكلف شحن 11000 دولار، وشركة الأهرام التجارية بتكلف شحن 15000 دولار. فاهم قصدي ايه؟ اللي هو بيسهل الموضوع بطريقة جامدة جدا. تمام تمام. طب حد يا جماعة عنده أي فكرة تانية؟ يعني مثلا حد مثلا عنده نطلع مثلا تلخيص من هنا نلخصه عن طريق البيفت تيبل؟ ممكن التكلفة المتبقية. صح جدع، أنا كنت لسه هقولها والله. جدع جدع يا عمور، حلوة دي يا عمور، تعالى ساعدني فيها. يلا هندوس على كلمة insert. صح كده؟ تمام ماشي. بيفت تيبل، أنا من ديليت الأول، بعد كده insert، بعد كده بيفت تيبل، بعد كده ندوس أوكي. تمام أوكي ماشي تمام. وبعد كده هنروح عاملين إيه؟ نختار الوكيل، نحطه في الرو. ناخد الوكيل نحطه في الرو. بالظبط تمام. وهناخد التكلفه المتبقيه نحطها في الـ في الـ في الـ في الكولم في الفاليو. اه في الفاليو هو هيجمع لك كل التكلفه المتبقيه. فبص بقى ايه اللي، بص بقى دي بقى اللي هنعملها. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان شركه دياس دي فاضل عليها يعني لسه ما دفعتوش، هي مدي دينا ب 56000 دولار، شركة الأهرام دينا ب 68000 دولار. تمام كده يا جماعة؟ هل كده يا جماعة انتوا كده معايا كده ولا كده؟ يعني الموضوع كده ابتدى يتسهل ولا ايه الدنيا؟ ولا بقت الموضوع صعب؟ الموضوع كده بقى كويس كده؟ لا بقى كويس، سهل يعني، الدنيا اتسهلت. كويس. سارة اي طبعا معانا تاني؟ مفيش حد بيتكلم خالص، مفيش حد تاني ناوي يشارك؟ تمام. نعم اجهل، انتوا سامعيني كده ولا ايه؟ تمام 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 اجهل. يعني انت متابع اجهاد؟ يعني الموضوع بقى سهل. ايه معانا. تمام. حد تاني يا جماعة شاف ان الموضوع سهل؟ طب حد ممكن يساعدنا نعمل تحليل تاني للهنا مثلا؟ اصل الموضوع كبير قوي، يعني الموضوع لا يقتصر على ان هو
شحن وكده، لا في حاجات كتيره جدا نقدر نطلعها. هل في حد تاني عنده افكار نقدر نطلعها من الشيت ده؟ ها نشوف مين الشركات اللي سددت وسددت امتى. كويس صح، نشوف التاريخ السداد المسدد اهو، تاريخ المسدد. كويس، نيجي هنا ندوس انسرت، انسرت وبعد كده انسرت بيفت تيبل وبعد كده اوكي، وهنيجي نجيب الوكيل اهو ونجيب المسدد اهو، المسدد نخليها في الفاليو ونخلي تاريخ السداد في الكولوم. بصوا بقى ايه اللي حصل لما نيجي هنا، هتلاقي بص شركه دياز 2017 2016 2017، هتلاقي جنب 2016 دي زي مربع زي علامه زائد كده، لو دوست عليها بص اللي هيحصل. بص مقسومه كوارتر فوق 3 و4، لو دوست على 3 اهو تمام. بص كوارتر 3 احنا ممكن دي مقلوبه كوارترات، لو احنا جينا شلنا الكوارتر ده من هنا كده بقت كده، بقت معموله ازاي بقى يا جماعه؟ بقت معموله اهي اهو بالظبط كده الشكل الجميل ده، انت شايفاها كده ساره؟ الو انتوا معايا؟ معلش اصل بحس ان الانترنت بيقطع. الو شباب بس انا حاسه ان هو بيقطع شويه. استاذ محمد انتوا كده سامعيني كويس؟ يعني الدنيا ابتدت تتحسن شويه؟ انا فكرت من عندي بصراحه. ماشي كده كويس، الدنيا كويسه. لا الصوت بيقطع، انا لسه طبعا. بس هو بيبقى فيه تقطيع كلامش. انا معلش والله انا فاتح والله يعني واي فاي والدنيا ما تمام. تمام كده. بص اهو هنجيب الوكيل وهنجيب المسدد اهو، وهنحط تاريخ الاستيلاء اهو اللي هو تاريخ السداد اهو. تاريخ السداد لما تيجي تلاقيها هنا كده، لما تحط تاريخ السداد بيظهر لك كذا حاجه، يظهر لك اليرز اللي هي عدد السنين، السنه بص يقول لك سنه 2016 وسنه 2017، الكوارتر اللي هي بقى متقسمه الشهور كل كوارتر. حد يعرف يعني ايه كوارتر؟ كل ربع سنه، كل 3 شهور بالظبط. فانا مش عايز الكوارتر فترات، كل ربع سنه ربع سنه بالظبط. كويس قوي، انا عايز بقى اشيل، انا عايز اشيلها. بص انا بشيلها كده واروح رميها كده، خلاص كده اتشالت تمام. فبيقول لك اليرز والتاريخ السداد، انا كل اللي اعمله ان انا هفك دي كده وهفك دي كده بس كده. فهمتوني؟ فهمت قصدي ايه؟ يقول لك بقى ايه؟ يقول لك ايوه نخليها كده في النص كده اهي اهو. يقول لك ان في 2016، في 2016 شركه دياز دي دفعت التسديد ليها حوالي 23000 دولار، فكده بيقول لك 2016 التوتال بتاعها هيشتغل او ممكن يجيب لنا الفاشل. تمام كده يا جماعه. فمثلا اهي سنة 2017 سددت التواريخ الفلوس دي كلها، فسددت مثلا 113000 دولار التوتال بتاعها كذا. حد فاهم حاجة ولا لا؟ حد فاهم حاجة؟ حد مش فاهم؟ ايوه يا فندم. حد فاهم؟ معايا حضرتك. مش فاهم. شباب فاهمين يعني؟ انت فاهم كده يا عم؟ تمام تمام. طب انا عايز حاجه معقده شويه. ساره فكري كده، انت وعمرو كده وفكروا كده يا جماعه، عايز حاجه معقده اكتر، عايز حاجه مليانه تعقيد. ها نعمل ايه؟ قولوا لي كده. وينفع ندمج بعد اذنك، وينفع ندمج اتنين كولم مع بعض، اجيب بيانات الاتنين كولم مع بعض؟ يعني ايه؟ فهمني كده اكتر. يعني مثلا ممكن نجيب الوكيل تمام، ونجيب يعني تكلفه التكلفه ان مع تكلفه البضاعه مع كذا حاجه كده يعني. ينفع. بس انا عايز بص بقى، يعني بفكر في ايه مثلا؟ اقول لك انا جدع يا عمرو، يعني فكره حلوه. بص يعني احنا ممكن نعملها زي اللي عمرو بيقول. بص هنيجي هنا نقف انسرت،
بيفت تيبل وندوس اوكي ونروح جايبين الوكيل اهو. تكاليف الشحن اهي، تكلفة البضاعة اهي، المسدد اهو، اهي بس اهو كده، هو بيجمع لك كل التكاليف وكل تكاليف البضاعة وكل تكاليف الشحن وكل تكاليف اللي هو سدده. قصدك دي يا عمرو؟ اي صح. هو كده يعني العمودين يكونوا مرتبطين ببعض، يعني هو جمع لك كله ببعضه، جمع لك كلهم تحت بعض جنب بعض. طب انا بقى بفكر في حاجه تانية، انا بفكر بقى في ايه. تمام، خليك معايا كده يا عمرو في اللقطه دي. انا بفكر الوكيل مع حضرتك ودى يعني بعت الحاجه، بعت كام كميه لانهي واجهه ونوع ايه وتاريخ الشحن كان ايه، ايه رايك؟ فهمت قصدي؟ يعني وليكن انا عايز اعرف، انا عايز اعرف كم وكيل بعت كميه لكم منطقه وانهي نوع، يعني انهي نوع وكمان تاريخ الشحن بتاعهم امتى. تعال اوريها لك. كل اللي علينا ان احنا ندوس انسرت. تمام، الوكيل اهو، هنجيب الوكيل. احنا قلنا ايه؟ الوكيل بعت لانهي واجهه، هناخد الواجهه دي ونحطها هنا. بعت لها ايه؟ بعت لها كميات، يبقى ناخد الكميه دي ونجمعهم، المفروض نجمع الكميات. طب ماشي، وانهي نوع؟ النوع ده نحطه فوق هنا، النوع نحطه فوق هنا. بص بقى، بص هيقول لك ايه؟ الامارات، ركز اهو، الامارات النوع ممتاز وجيد جدا وممتاز. فهمتني؟ يعني بيقول لك ايه؟ احنا ممكن بقى نروح بس نعمل لقطه حلوه احسن من كده، نخلي don't show subtotal. بالظبط، يقول لك مثلا ايه بقى؟ يقول لك ان شركه، انت سمعت كده يا عم؟ سامع حضرتك. بص يقول لك ان شركه دياس دي، او مثلا تعالى مثلا لشركه الخليفه، شركه الخليفه بعت 6900 قطعة للإمارات، فرز جيد، و 3800 فرز جيد جدا، و 7180 ممتاز للإمارات بس. جدا. طب تعال نحط تاريخ الشحن، تعال نحط تاريخ الشحن، ممكن نحط تاريخ الشحن فوق هنا. بص بقى، ده الموضوع اتصعب أكتر. يقول لك بقى إيه بقى؟ يا نهار أبيض، ده الموضوع كبير جدا. بص يقول لك إيه بقى؟ بيقول لك ان شركه العنوان للاهليه دي بعتت 1800 قطعه جيد للكويت في التاريخ 3 يناير. 3 يناير، فهمت قصدي ايه؟ اه. كل ما تقعد تخش في تفاصيل كل ما تكبر الحاجه منك، فهمت قصدي؟ اه فاهم حضرتك. يعني انت 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 بتقول انك كنت شغال بالاكسل، كلها تفاصيل. اه انت بتقول كنت شغال بالاكسل يا عمرو، انت البيفت تيبل دي كنت تعرفها ولا كنت انت بتسمع عنها؟ يعني حاجه بسيطه يعني. الموضوع دلوقتي بقى اتحسن معاك شويه؟ لا كنت بشوفها كده، كان ما كنتش اعرف يا بتاع ايه اصلا يعني. الموضوع يعني الحمد لله الموضوع اتحسن كويس. الحمد لله. تمام كده. تمام، تعالى بقى على... احسن من الاول يعني. الحمد لله. الحمد لله. تعالى بقى ننقل على ننقل على حاجه جديده، وده هو ده. بصوا يا جماعه، تعالوا كده نكبر دي كده. بصوا كده يا شباب، بيقول لك ايه؟ حد كده يفهمني كده ايه اللي بيحصل هنا. بص اللي بيحصل هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان رقم الفاتوره كذا، البائع معمول له رقم، البياعين ليهم ارقام، اسم المنتج يقول لك منتج رقم 1، منتج رقم 4، منتج رقم 15 وهكذا، المخزن كذا، سعر البيع كذا، عدد القطع كذا، قيمه الفاتوره كذا، تاريخ البيع. احنا عايزين نطلع تقرير يسهل لنا الدنيا دي كلها. حد يحب يبتدي ولا انا اللي ابتدي؟ ممكن ابتدي مع حضرتك. تمام، اتفضل قول لي.
هنقف على اي خليه؟ لا ثواني، انت هتبتدي تحلل ايه؟ انسرت. لا هتبتدي تحلل ايه؟ يعني انت عندك داتا، انت عايز تحلل ايه؟ هنحلل مثلا رقم الفاتوره مثلا، تمام، مقارنه ب ايه؟ طب انا اقول لك على الصوت بس بيقطع شويه، ثواني انا اقول لك على فكره وانت تساعدني، تمام؟ انا عن انا هبتدي ان انا عايز اعرف ايه اكبر منتج بيتباع في الشهور كلها. يعني انا عايز اعرف ايه احسن منتج بيبيع كتير، اللي هو بيعمل سعر بيع او بيبيع عدد قطع كتير. خلاص تعال هنعمل انسرت. خلاص ماشي تمام اوكي. ولو جبت بيبتيبو. اسم المنتج اهو اهو تمام، وهجيب اسم المنتج هنحط الرو عدد القطع سعر بالظبط. بص بقى ركز، بيقول لك ان المنتج رقم 4 ده اتباع منه 386 قطعه، يبقى ده اكبر منتج اتباع منه، اكتر منتج اتباع منه عدد قطع، صح ولا غلط؟ اللي هو منتج 4 صح تمام. في بقى حاجه يا عمرو بتعمل ايه؟ لو دوست هنا ودوست على فاليو فلتر، في حاجه اسمها توب 10 بيجيب لك اعلى 10 اشخاص او اعلى 10 حاجات على حسب القطع. لو دوست هنا ومثلا قلت لك مثلا عايز اكتر منتجات تتباع، اكتر عايز خمسه، انا عايز اكتر خمس منتجات تتباع ودوست اوكي، هيجيب لك اكتر خمس منتجات اتباعت. فهمت قصدي؟ تعالى نمسح كده. تمام اديني افكار يا عم. فاهم حضرتك، اديني افكار. تمام، نشوف اكتر بائع باع بضاعه، بس اللي هي الرقم البائع مقارنه بالبيع مثلا. بضاعه فلوس ولا بضاعه قطع؟ قطع هي ممكن قطع مثلا نجرب. بس يلا بينا، بسم الله اهو دوس انسرت بيفت تيبل ونروح لسين بيفت تيبل. تمام اوكي، نجيب رقم البائع نحطه فين؟ تمام، رقم البائع نحطه في الرو. في الرو بالظبط اهو. هنجيب عدد القطع نحطها في الفاليو. في الفاليو عشان في الفاليو عشان نجمع اهو. بص بقى نعمل بقى في كليك يمين، لو دوست كليك يمين على عدد القطع ودوست سورت من اصغر لاعلى ومن اعلى لاصغر، فانا خليها من اعلى لاصغر، لارجست تو سمولست، من لارج تو سمول اللي هو من اعلى لارجست تو سمولست. تمام، بيقول لك مثلا ايه؟ ان البياع رقم واحد باع 1178 قطعه، البياع رقم 2 باع 1121 قطعه، البياع رقم 3 باع 1117 قطعه. 119. طب ايه رايك لو احنا زودنا الفلوس اكتر، ندخل معاهم الفلوس كمان، يعني ناخد قيمه الفاتوره دي ونحطها هنا برضو. تمام برضو زي بيقول لك ان البياع رقم واحد ده تعالى كده اهي باع ب 103، باع بفلوس ب 153000، 50000 ب 253000، رقم 148000، رقم 3 باع 147000 وهكذا 147. فهمت قصدي ايه؟ طب ايه رايك لو نخليهم زي ما هم وناخد تاريخ البيع ده كده نحطه فوق هنا؟ بص ايه اللي هيحصل، تعالى بقى كده، بص دي التواريخ كتير، لا انا عايزها لو دوسنا كليك يمين هنا ممكن نخليها بال، هم كلهم شهر 12. لا للاسف مفيش كلهم شهر 12، لا كل البيع كان كله شهر 12 ماشي، فمفيش يعني يعني هتلاقي مثلا ايه يقول لك تمام رقم تمام. البيع ده بص يقول لك ايه، ان رقم واحد البياع رقم واحد باع 16 قطعه بقيمه 2487 يوم واحد 12 19 1 ديسمبر وباع 39 قطعه ب 5400 يوم 2 ديسمبر 1460 بالظبط وهكذا. فهمتني؟ فاهم حضرتك. طب ايه رايك لو احنا زودنا اكتر وعملنا لقطه احلى، دخلنا هنا اسم المنتج، حلوه دي، كنت لسه اقول لحضرتك دلوقتي. بص بيقول لك حلو، بيقول لك ان البياع باع 102 قطعه بقيمه 10700 جنيه من المنتج رقم واحد،
وباع 54 قطعه من قيمه الفاتوره كده من المنتج رقم 10. فهمتني؟ لا معلش من الاول. طيب معلش بالراحه. بص عيدها دي تاني. بص احنا في هنا، في هنا لما بتقف لما بتيجي تقف هنا كده مش هتلاقي كلمه ديزاين ظاهره. لو جيت وقفت هنا في البيفت تيبل هتلاقي كلمه ديزاين. لو جدست على كلمه ديزاين ودست على كلمه هنا دي كده ودست كلمه ريبيت، بص هتلاقي ريبيت دي اللي هي تلاقي يعني بقت يعني اتكررت كتير. هتلاقي منتج واحد هنا في عدد القطع ومنتج واحد هنا في قيمه الفاتوره. هيقول لك ايه؟ ان البياع رقم واحد، ان البائع رقم واحد باع عدد قطع 102، باع 102 قطعة من المنتج رقم ممكن واحد. اقول لحضرتك من المنتج رقم واحد تمام بقيمة 10710 بالظبط، وباع 54 قطعة فاهم حضرتك من المنتج رقم 10 بقيمة 7000 من منتج بالظبط من اسامي المنتج 7988 بالظبط بالظبط تمام فهمت خلاص. طب تعالى مثلا نجيب مثلا من المخزن، في ايه المخزن هنا؟ طب اتباع من انهي مخزن؟ تعالى نجيب المخزن ده كده ونحطهم هنا فوق كده. قال لك بص بقى يا عم الحاج، قال لك ده البياع رقم واحد باع 312 قطعه من مخزن رقم واحد من المخزن بقيمه 43 بقيمه 43000 وهكذا. تمام وصلت. ظبط معاك شويه؟ ظبط الحمد لله تمام. طب تمام، حد يا جماعه هنا عنده اي افكار نقدر نطلعها من الشيت ده نعمل عليها زي تحليل نسهل الشغل شويه علينا؟ حد عنده اي فكره؟ طب حد ما عندوش؟ حدش مثلا ناوي مثلا ان هو على فكره ال اللينك هيفصل، فلو فصل ادخله تاني عشان تمام فاضل اقل من دقيقه. حد عنده اي فكره نقدر نستخدمها من الشيت ده نطلع منها افكار تسهل لنا البيع بتاعنا، او نسهل قصدي تحليل للشيت الكتير دي؟ لان الشيت ده كتير، بيعه كتير وحاجاته كتير، فانا عايز حاجه تسهل عليا الشغل. فاهمين قصدي ولا لا؟ سامعيني ولا يا جماعه؟ مفيش حد عنده اي فكره خالص؟ الو؟ يا شباب يا شباب، هل انتوا فاهمين الموضوع اللي انا بقوله ده ولا الموضوع بقى صعب؟ يعني انا حاسس ان مفيش حد بيتكلم خالص يعني معايا، فممكن يعني هل في حد ممكن يتكلم معانا حتى يعني ويفضفض حتى؟ فاهمين والله انا عارف الحمد لله. والله عمرو انت معايا من طول يعتبر طول الكورس. سارة، جهاد، ريهام، احمد، يعني والله ماشي يا جماعه والله. طب هو مفيش حد بيتكلم؟ انا المشكله بس ان انا، هو انت هشام عندك مشكله في المايك؟ لا بس هي داتا كتير بس. نعم انا فاهم. طب تمام يا جهاد ماشي. انتوا الدكتور يا سارة هي بس محتاجه داتا كتير عشان نقدر نجمعها. ماشي ماشي مفيش مشكله، انا كده كده هحط لكم الداتا دي على الواتساب فاهمين. بس هي الفكره كلها ان الموضوع، الموضوع سهل وبسيط ولا الموضوع معقد؟ ما انا عايز افهم. فاهم قصدي يا ساره؟ لا هي مش معقده، بس هي طول ما احنا عارفين احنا عايزين نعمل ايه هو الموضوع بسيط. الموضوع بسيط جدا. يعني حاولي تشاركيني انت مثلا وعمرو وجهاد والناس دي، يعني حاولوا تقولوا لي مثلا افكار مثلا ان احنا نقدر نطلع منها شويه حاجات. فاهمين قصدي ايه؟ الله يكرمك. ماشي شكرا يا حبيبي. مفيش مفيش مشكله. يعني مثلا قولي لي مثلا كده ايه اللي ممكن نقدر نطلعه من الموضوع ده مثلا.
طب انا عندي انا مثلا فكره، هقول مثلا ايه اكتر يوم اتباع فيه، لو سمحت اتفضل. كنت هقول اسم المنتج مقارنه باللي موجود في اللي طلع من المخزون. تاني كده قول لي كده تاني. اسم المنتج مقارنه بالمخزون، بمخزون مخزن المنتج اللي موجود في المخزن. يعني ايه المخزون موجود في المخزن؟ فاهمني اكتر. يعني اسم المنتج تمام، الكولم بتاع اسم المنتج مع الكولم بتاع مخزن المنتج، يعني اللي طلع من المخزن قد ايه، اللي موجود في المخزن قد ايه من المنتج بالزبط. يعني مثلا منتج بالزبط واحد بالظبط، هوريها لك طلع هوريها لك صح. هنعمل انسرت بيفت تيبل اوكي، وهنجيب المخزن الاول هنا، مخزن المنتج هيبقى هنا، واسم المنتج هيبقى هنا تمام، وعدد القطع هتبقى هنا. فبيقول لك ان مخزن واحد، ان مخزن واحد في من المنتج اللي هو منتج 15 ده في منه 234 منتج، في منه 234 قطعة، وفي من منتج 4386 قطعة. تمام حلوة دي، تمام حلوة دي، الموضوع بقى احسن شوية صح. طب انا عندي فكرة تانية نعملها. انا عايز اعرف ايه اكتر يوم احنا بعنا فيه بيع كتير. تمام، هروح جايب هنا، هروح دايس هنا مثلا insert pivot table اوكي، وهجيب التاريخ البيع، تاريخ البيع احطه هنا. بصوا تاريخ البيع من يوم واحد لحد يوم 28 تمام، وهجيب قيمة الفاتورة واحطها هنا، قيمة الفاتورة اللي هي دي، قيمة الفاتورة اللي هي دي، ده سعر البيع تمام. انتوا كده سامعيني صح؟ سامعيني كده؟ اه تمام. وهعمل كليك صوت من اعلى الى اسفل. اه سامعين حضرتك. بصوا بيقول لي ايه، بيقول لي ان يوم 5 في الشهر ده 5 12 ده كان اعلى بيع انتوا بعتوه، احنا بعنا ب 18528 جنيه. يوم 26 500 بعنا ب 18300، يوم 10 بعنا ب 18200، يوم 14 بعنا ب 17000 وهكذا. لو احنا عايزين نعرف ايه اكتر خمس ايام هنعمل دي، ونيجي عند فاليو فلتر وتوب 10 ونختار، يقول لك توب ولا بوتوم، يعني اعلى، يعني اعلى حاجه ولا اصغر حاجه، اقول لا اعلى حاجه، ونختار 5 اختار دي اكتر خمس ايام اتباع فيها المنتج ده، اتباع فيها بالفلوس، يوم 5 ويوم 26 ويوم 10 ويوم 14 ويوم 3. حد فاهم حاجه؟ الو تمام. طب لو عايز نجيب المتبقي في المخزون تمام، ما هو المتبقي ده في المخزون هو اتقال، يعني هو لا المتبقي ده مش مكتوب قوي، بس احنا كل مخزن فيه اسم قد ايه، فاهمين ولا ايه؟ اه فاهمين. شباب مع حضرتك. تمام، بصوا يا جماعه، هو انا كده يعتبر ان كده خلصت، يعني انا كده خلصت. هل في حد تاني عنده اي فكره او اي حاجه عايز يدور بيها؟ هو انا كده خلصت خلاص. على فكره المحاضره دي كانت خفيفه جدا، كانت بيفت تيبل بس. هل في اي حد مش فاهم اي حاجه اتشرحت في المحاضره دي عايز يسال عليها وانا اكلمه فيها او انا اشرحها له تاني؟ بعد اذنك يا مستر، اتفضل. ساعه السنين انت لو بتدوس على السنه يجي لك شهور، ولا بتبقى في روم مخصص للشهور انت بتدخلها معاك؟ عشان نسيت الحته دي. تعالى كده بص عليها، سنين انهي سنين؟
هنا فين؟ في المثال ده ولا أي مثال؟ لكن اللي فات معلش. اهو المثال ده صح؟ لما بدوس انسرت وبدوس اوكي وبجيب الوكيل اهو وبحط مثلا الكمية اهي واجي عند تاريخ السداد، لما باجي ادوس عند التاريخ بيقسمني التاريخ، انت معايا؟ اه معاك يا مستر. بيقسمني التاريخ، بيقول لي دي السنين والكوارتر ده اللي هو كل ربع شهر كل ربع سنة يعني بيقسمها لي، فأنا بقول له لا أنا مش عايزها بالكوارتر، باخد الكوارتر ده وأخرجه كده برميه هنا كده كده خرج، وأروح دايس على السنين لو عايز لو كذا سنة أدوس كليك يمين كده أدوس أن جروب كده اتفكت، بس أنا مش عايزها كده، أنا عايزها اللي هي إيه تبقى تداس كده على الزيادة دي كده وعلى الزيادة دي كده بس كده، فهمتني؟ اه تمام تمام مفيش كده مشاكل. وصلت؟ اه تمام مفيش مشاكل. حد فيه يا جماعة، في حد يا جماعة يعني شكرا شكرا، هو هل في حد يا جماعة تاني مش فاهم حاجة وعايز يسأل على حاجة؟ طب انتوا سامعيني أهم حاجة، انتوا كده سامعيني ولا مش سامعيني؟ اه سامعين حضرتك. تمام، انا كده ضنيت كده خلاص، النهارده كانت يعني كانت السيشن كده كانت خفيفه، انا بس كنت حبيت احكي لكم على البيفت تيبل، لان البيفت تيبل ده من مش عايز اقول لكم بنسبه 90% هتقابلوه في شغلكم، بس فانا حبيت ان انا اعرفكم يعني ايه بيفت تيبل، بس ولو في اي حد عايز يسال اي سؤال انا موجود اهو دلوقتي، ولو بعد فتره مثلا لقى ان في اي مشكله مثلا هتقابله برضو يكلمني، انا كده كده متاح في اي وقت يا جماعه، ابعتوا لي في اي وقت وانا كده كده تحت امركم. تعوزوا مني اي حاجه تاني؟ هو البتاع فصل فجأة، فانتوا كده سامعيني كويس؟ اه تمام اه تمام كده تمام، انا كده خلاص كده اديت رسالتي في حتة البيفت تيبل، ولو في حد قابله اي مشكلة او عايز يسأل اي حاجة انا كده كده تحت امره، وانا كده كده هسيب الشيت اهو، يعني هبعت لكم الشيت وانتوا تقعدوا بقى يعني تجربوا فيه، وانا كده كده تحت امره، ما هو سيبكم حتى الشيت من فوق كده اسمه بيفت تيبل، وانتوا تقعدوا بقى ايه تجربوا فيه، وانا كده كده تحت امركم، ماشي يا جماعه؟ شكرا تمام شكرا جدا تحت امركم تحت امركم، ماشي انا كده سيفتها اهي وهبعتلكم دلوقتي.